مرة كنا وقفنا عند اليوتيليتي بيزد ايجنت، تمام؟ حد فاكر ايه الفرق ما بينه وما بين الجول بيزد ايجنت؟ اوكي تمام، حد في ليرة تانية؟ هو بالأدق الفرق ما بين الاثنين ايه؟ هما الاثنين عندنا فانكشن، واحده هنا اسمها الجول تيست بتاخد الستيت، وهنا اسمها اليوتيليتي بتاخد الستيت. بس الفرق ان الجول تيست بترجع لي ترو فولس، هل دي تعتبر جول ولا مش جول؟ هو حتى مش لازم يبقى ستيت محدده، يعني ممكن يبقى فيه كذا ستيت يعتبر جول، تمام؟ يعني مثلا لو حد مثلا بيطبق الكلام دوت على حاجه زي الايت كوين، في كذا حل للايت كوين، بس اي ستيت هنوصل لها فيها الكوينز ما بياكلوش بعض مثلا، يبقى كده تعتبر جول، تمام؟ اليوتيليتي مختلفه، احنا عندنا رقم عايزين نماكسمايز الرقم، تمام؟ فدلوقتي هو ما هواش مجرد اللي هو وصلنا ولا ما وصلناش، لا هو ممكن يكون اللعبه نفسها اوبن هورايزون، يعني بمعنى اخر ان هي ما بتخلصش. انا ممكن اقعد اجمع كوينز، اقعد امشي في الطريق ايا يكن، يعني اللي هبقى بعمله، المهم انه ايه، الموضوع مش لازم يبقى ليه اند بوينت، يعني مش لازم يبقى ليه جول ستيت ان انا وصلت لها خلاص كده خلصت. وفي نفس الوقت انا الرقم دوت بيقول لي كل ما يعلى كل ما كده موضوع الوضع احسن، فانا هدفي ان انا اعلي ايه اليوتيليتي ديت، تمام؟ طيب، فعادة المشكله ان بتبقى الجولز الون ما بتبقاش كفايه ان احنا نعرف نجيب هاي كواليتي بيهيفير في اغلب الانفايرمنتس، تمام؟ فاحنا الاحسن عاده ان احنا نقوم نجيب اليوتيليتي وتبقى بتعبر لنا عن البرفورمانس ميجر، بتقول لنا ان احنا واحنا في الاستيت ديت احنا كده وصلنا للبرفورمانس ميجر عامل ازاي، تمام؟ والمشكله بقى ان ساعات بيبقى عندنا الجولز بتاعتنا في مالتيبل جولز بنجري وراها، يعني مثلا لو احنا عندنا مثلا تاكسي درايفر عايزينه يبقى سيف، وفي نفس الوقت عايزينه يبقى سريع، وفي نفس الوقت يبقى عايزينه يبقى كومفورتبل وهكذا. عادة ان احنا بنبقى محتاجينه اغلب واحنا بنشتغل بنبقى عايزين رقم واحد، ده اللي بيبقى الجول بتاعنا اللي احنا بنحاول نماكسمايزه، تمام؟ فالفكره كلها ان بيقول لك نعمل ايه بقى؟ اسهل حل انك تقوم تجيب الجولز ديت وتختار لكل واحد ويت بناء على اهميته بالنسبه لك، وتعمل لهم ايه؟ ويتد افريج، تمام؟ وده اللي يبقى هو الايه؟ اليوتيليتي بتاعتك في الحاله ديت. هنتكلم اكتر ان شاء الله عن الكلام دوت في السيمبل والكومبلكس ديشنز في شابتر 16 و17. في بقى الليرنينج ايجنت. ليرنينج ايجنت بقى ايه؟ لما نيجي لواحده من الايجنتس اللي اتكلمنا عنهم قبل كده هنلاحظ ان في اجزاء جوه احنا اللي بنحددها. يعني في الريفلكس ايجنت احنا اللي بنحدد له ايه هو الكونديشن اكشن رولز، في الجول بيست ايجنت بنحدد له ايه هو الورلد موديل اللي هو بنقول له الاكشن بتاعتك بتعمل ايه، ايه هي الاكشنز اللي ممكن تاخدها، التفاصيل ديت، تمام؟ نفس الحكايه في اليوتيليتي بيست ايجنت. النقطه بقى ان احنا ممكن تكون الكلام دوت مش بيرفكت، مش احنا مش ممكن نكون كاتبين كلام مش مظبوط، يعني ممكن يكون مثلا الكونديشن اكشن رولز اللي احنا حاطينها مش احسن اختيار، ممكن يكون ان هو لو عمل اكشنز مختلفه في ستيتس مختلفه مثلا كان يجيب نتائج احسن. وقتها عشان نخلي الايجنت بتاعنا راشونال المفروض نخليه عنده قدره انه يتعلم، انه يحسن الحاجات ديت، انه يحسن لما يلاقي ان في عيب في الرولز اللي عنده مثلا في الكونديشن اكشن رولز يحسنها، الموديل بتاعه مثلا مش مظبوط يحسنه، هكذا. فده بيوصلنا للايه؟ للليرنينج ايجنت. الليرنينج ايجنت هنلاحظ ان ايه بقى السبيشال فيه هنا؟ ان السنسورز مش بتدخل بس على الجزء اللي بتقول له ياخد انهي قرار، لا، دي كمان بتروح لحته ثانيه اسمها كريتيك. كريتيك بياخد السنسورز نتيجه البرسبتس ديت، وبياخد البرفورمانس ستاندرد، ويبتدي يقيس هل انا ماشي كويس ولا ماشي وحش، وبناء عليه يدي فيدباك للايه؟ للليرنينج اليمنت. الليرنينج اليمنت ياخد الفيدباك دوت ويبتدي يشوف ايه اللي يعدله. هو كان عنده شويه نوليدج قبل كده انكودد جوه الايه؟ البرفورمانس اليمنت. البرفورمانس اليمنت دوت اللي هو بياخد القرار، هو ياخد النوليدج دوت ويشوف
ايه اللي غلط؟ ايه اللي محتاج يتظبط؟ ويبتدي بعد كده يقوم يرجع changes the performance element. اللي جوه بقى performance element دوت ده واحدة من الـ agents اللي احنا عملناهم في التصميمات اللي فاتت، ناخدها كده كلها على بعضها ونحشرها جوه performance element. يعني ممكن يبقى جوه performance element ديت، ممكن يبقى جواه goal based agent، ممكن يبقى جواه simple reflex agent، ممكن يبقى جواه reflex agent with state utility based agent، ايا يكن. تمام، بنبقى ده جواه. بس طبعا زي ما احنا قلنا ان في تفاصيل زي الموديل، زي الكونديشن اكشن رولز، دي الحاجات اللي ايه اللي احنا بنبقى محتاجين نقعد نعدلها لغايه ما تيجي معانا ايه تبقى مظبوطه وكويسه. فده شغلانه مين بقى؟ الليرنينج اليمنت. تمام، حد عنده سؤال لغايه هنا؟ اوكي. واحده من الحاجات الانترستنج هي البروبلم جنريتورز. النقطه ايه؟ احنا ممكن نلاقي الايجنت بتاعنا ما بيتعلمش، هو خلاص بيعمل شويه حركات كل مره وراضي بيها. مثلا زي ليت سي واحد كل يوم بيروح مثلا من نفس الطريق، تمام، جه بقى البروبلم جنريتور يقول له طب ما تجرب طريق تاني. عارف اللي هو الدنيا ما فيهاش مشاكل بالنسبه لك، بس مش ده معناه ان اللي بتعمله دوت احسن حاجه، ممكن كان في طريق تاني احسن، ما تجرب هتخسر ايه. تمام، ممكن التجربه ديت تنيل الدنيا معاه، يعني عادي خالص ممكن يبقى يجرب طريق جديد يلاقي الدنيا أسوأ بكتير. تمام، بس مش مشكله، هو بيتعلم بيستكشف. فبروبلم جنريتور تقوم دي كده من الوقت للتاني تقول له لا بص بلاش القرار اللي احنا شايفينه كويس دوت، وتعالى ناخد قرار احنا مش ضامنينه ونشوف النتيجه هتبقى ايه، علشان خاطر ناخد اكسبيرينس جديده ونتعلم حاجات جديده. تمام، دي هنجربها اكتر بتفاصيل قدام لما ندخل في reinforcement learning ونبتدي نشوف البروبلم بتاعت الاكسبلوريشن فيرسس اكسبلويتيشن. تمام، حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ لا، الكريتيك هو اللي بيشوف هل احنا الدنيا ماشيه معانا كويس ولا لا، عشان يدي فيدباك للليرنينج اليمنت هل محتاج يعدل ولا لا، ويعدل في اي اتجاه. ممكن يبقى الفيدباك اللي هو احنا دلوقتي بنتحسن، حاول تعمل اكتر من الحاجه ديت، او ممكن يبقى العكس، لا الدنيا دلوقتي سيئه، حاول تدور على بديل للاكشن اللي انت خدته دوت كده يعني. فالكريتيك هو شغلانته ان هو من اللي هو شايفه دوت ومن الستاندرد اللي هو المفروض بيقيس عليه يجيب فيدباك ويبعته للليرنينج اليمنت، عشان الليرنينج اليمنت يعرف هو المفروض يبتدي يعمل بقى تعديلات ازاي. تمام، معنى ايه؟ مش مثلا فور اكزامبل احنا قلنا ان احنا لو جول بيزد ايجنت، لو محتاجين نحط له مثلا موديل عن العالم، لو بيقول له لو انا كنت في ستيت كذا واخدت اكشن كذا هيحصل ايه، او الستيتس بتتغير ازاي، او الكلام دوت، ده نوليدج عن العالم. تمام، والنوليدج دوت ممكن يبقى ناقص مثلا، فالنوليدج دوت مثلا هيروح للليرنينج اليمنت، والليرنينج اليمنت هيشوف المفروض انه ايه اللي يبتدي يتعدل ويبعته عشان ايه يعدلوا جوه البرفورمانس اليمنت. فالنولج دوت بقى ايه اللي احنا اتعلمناه سابقا، ممكن يبقى الكونديشن اكشن رولز نفسها اللي هو كل وضع هنعمل ايه، ممكن تبقى حاجه زي مثلا ممكن ساعات نتعلم اليوتيليتي نفسها، يعني ساعات مثلا في ايجنتس اللي هو بتراقب حاجات تانية وتحاول تتعلم هو بيتصرف كده بناء على ايه، فتتعلم هي يوتيليتي زيه مثلا. ففي حاجات كتيره ممكن نتعلمها، وده يعتبر بقى النولج اللي احنا ايه اللي احنا جمعناه. ممكن يبقى يا اما في البدايه بيبقى هو البرار نوليدج اللي احنا اديناه له في الاول، ومع مرور الوقت بيبقى النوليدج اللي هو بدا ايه يتعلمه ويجمعه من وهو بيجرب وبيتعلم. الموضوع واضح ولا لسه؟ هو بيتعلم من الفيدباك بالظبط، بس الفكره كلها لو الحاجه دي مش كويسه او مش كويسه مش هتبقى مفيدة قوي لوحدها، غير لو عندنا شوية نوليدج عن اللي احنا عملناه دوت. يعني احنا مثلا فور اكزامبل ممكن يجي فيدباك يقول لا الوضع ده سيء، تيجي اللي هو لا طب ثانية واحدة، انا النوليدج بتاعي بيقول لي ان انا لما ابقى في ستيت كذا واخد اكشن كذا المفروض اروح للستيت ديت، والستيت دي كويسة، ايه الغلط؟ ده نوليدج. لا هو الفيدباك ما جاش غلط، هو الفكرة كالآتي، يعني مثلا فور اكزامبل ليتس سي انك انت مثلا عامله حسابك ان مثلا في زرار، الزرار دوت
لما بتدوسي عليه مثلا هيقوم ممطر فلوس، أم مطر حاجة تانية، طوب مثلا. حلو، تقولي لا ده كده أنا النولج بتاعي إن هو المفروض لما يدوس عليه كان هينزل فلوس، ما حصلتش. بس ممكن بقى الفيدباك ما يبقاش جاي كده، الفيدباك هيبقى فيه تفاصيل زي إيه، اللي هو لا أنا اللي أنت عملته دوت خلى الوضع وحش. فيبتدي بقى الواحد يراجع يقول لا طب ثانية واحدة، ما أنا المفروض إن الأكشن بتاعي دوت في الاستيت دوت لما أعمله يوديني الاستيت حلو، إيه اللي حصل؟ هل ممكن مثلا وداني الاستيت مختلف، او ممكن انا مثلا كنت فاكر ان الاستيت كويسه وهي الاستيت وحشه. يبتدي ان هو يشوف النولج اللي عنده ويشوف ايه اللي كان غلط فيه اللي خلى ان هو كان متوقع ان النتيجه تبقى كويسه والنتيجه طلعت وحشه، ويبتدي يظبطها. الحته دي ان هو يعيد تظبيط النولج ديت. تمام، بس الفكره واضحه كده اكتر؟ اوكي، فده الملخص المفيد كده سريعا. learning element it improves the agent's performance، تمام، which is expected، يعني ده من دورها ان هي تقعد ايه تاخد الفيدباك وتحاول تظبط بيه الايجنت performance، بان هي تقعد تعمل تعديلات على الايجنت. performance element، تمام، it takes intercepts and decides on actions، تمام، هي ده كانه هو الجزء اللي بياخد القرارات في الايجنت يعني بالنسبه لنا. بعد كده critic دوت اللي بيدي فيدباك للليرنينج اليمنت علشان يبتدي يبقى عارف اللي هو المفروض يبتدي يعدل ايه. تمام، هل يعدل يزود مثلا اللي عملته دوت كان كويس، اللي عملته دوت وحش، هكذا. وبروبلم جنريتور بقى ده اللي بيقترح حاجات جديده عشان ده اكسبلور. تمام، لو لا جرب تاخد اكشنز ديت، جرب تاخد مش عارف ايه، هكذا يعني. تمام، حد عنده سؤال لغايه هنا؟ فكسامري، الايجنت انتراكتس وذ انفايرمنت ثرو اكتويترز اند سنسورز. الايجنت فانكشن هي اللي بتديسكرايب الايجنت بيعمل ايه في كل السيركمستانسز. تمام، يعني هي بتاخد الهيستوري اوف بيرسبتس وترجع لي اكشن. بينما الايجنت بروجرام هو بقى امبلمنتيشن للايجنت فانكشن ديت. تمام، لان الايجنت فانكشن زي ما قلنا ايه، اتس سمثينج ابستراكت ماثيماتيكال يعني. تمام، مجرد فانكشن اللي هي بتماب من دومين لرينج يعني. وعندنا irrational agent maximizes the expected performance. expected بيز دوت بنستخدمه عشان نديسكرايب التاسك ايه environment بتاعنا. حد فاكر بيز اختصار ايه؟ performance measure environment actuators و sensors. تمام، وعندنا environments بتتقسم لحاجات categories يعني. في fully observable partial observable، في deterministic stochastic، في episodic sequential، في static وdynamic، في discrete continuous، في single agent وmulti agent. وكلمنا عن انواع مختلفه من agent programs زي simple reflex agent، model based agent اللي هي المودلز اللي هي الايجنتس كلها بشكل عام اللي فيها موديل جوه زي الجول based والutility based، في ريفلكس بيزد ايجنت وذ ستيت، في ليرنينج ايجنت، جول بيزد ايجنت، هكذا. تمام، حد عنده سؤال لغايه هنا؟ اوكي، تعالوا بقى ندخل في الشابتر اللي بعده. سولفينج بروبلمز باي سيرشنج. تمام، اول حاجه خالص الواحد ممكن تجي في باله ايه، يقول ايه المشكله؟ المشكله ان انا حاليا في ستيت انا مش عايزها. حلو، فليت سي دلوقتي ان احنا في انيشال ستيت، والانيشال ستيت ديت از نوت ا جول ستيت، يبقى احنا هدفنا ايه؟ ندور على ايه؟ اكزاكتلي محتاجين ندور على طريق اللي هي مع الاخر ايه، ا سيكونس اوف اكشنز ناخدها بحيث ان احنا نوصل من انيشال ستيت للجول ستيت. ده كان سمري للكلام اللي كنا بنقول عليه من شويه. نيجي بقى نفتكر تاني كده سريعا، الجول بيزد ايجنت والريفلكس ايجنت كان الفرق ما بينهم ايه؟ ان الريفلكس ايجنت كنا بنحدد جواه كونديشن اكشن رولز، لو كذا اعمل كذا، لو كذا اعمل كذا، لو كذا اعمل كذا. الجول بيزد مش كده، جول بيزد بنديله جول فورميليشن وبروب فورميليشن. جول فورميليشن هي ان احنا نديله فانكشن لما يديلها الستيت تقول له انت كده تمام ولا لا، هل احنا بقينا في الجول ولا مش في الجول.
وبروم فورميليشن بتوضح له الدنيا ماشيه ازاي، الموديل بتاعت العالم تمام. وهدفه بقى ان هو من نفسه يدور، يبتدي اللي هو يشوف لو عملت كذا هيحصل ايه، لو عملت كذا هيحصل ايه تمام. وكل دوت بيعمله جوه ايه، بلاننج جوه دماغه، بحيث ان هو يقدر يوصل لسيكونس يوصله من الستيت اللي هو فيه للستيت اللي هو عايزه تمام. والفكره بقى كالاتي، احنا ده بروبلم سولفنج ايجنت هيبقى بيتعامل مع حاجه اسمها اتوميك ريبريزنتيشن للعالم. يعني ايه؟ ليت سي مثلا، تعالوا نبسط الدنيا شويه ونعتبر ان العالم هو القاعه بتاعت المحاضره ديت تمام. فيها بقى كلنا تمام، وانا معاكم هنا موجود، وفي الترابيزه والشاشه واين يكن تمام. دلوقتي انا واقف اهوت، ليت سي ان انا اتحركت وجيت وقفت هنا تمام، كده الستيت اتغير تمام. بس في نقطه بقى، لما تيجي لاتوميك لحاجه بتستخدم اتوميك ريبريزنتيشن وتيجي تقول له هل الستيت اتغيرت، هيقول لك اه. طب تساله ايه اللي اتغير فيها، يقول لك ما اعرفش هي اتغيرت، ده كان ستيت وده كان ستيت تاني تمام. اتغير قد ايه ما يعرفش، ممكن مثلا كل الناس مثلا قامت واتحركت وكل واحد غير مكانه، هو بالنسبه له دي ستيت جديده. هل هو يعرف اتغيرت قد ايه؟ لا، هو ما عندوش التفاصيل اللي جوه، هو عنده لو في شيء صغير اتغير في الستيت it is just another state، تقول له دي equal دي يقول لك false. طب ايه الفرق قد ايه؟ it doesn't know بالظبط تمام. ده عكس مثلا حاجه زي الايه، الفاكتور ريبريزنتيشن. فاكتور ريبريزنتيشن بقى يبتدي يبص على variables جوه، فليت سي اللوكيشن بتاعي دوت هو عباره عن variable. فانت ممكن الفايده بتاعته ايه، ان ساعات مثلا وانت بتسيرش لو انت استخدمت فاكتور ريبريزنتيشن يقدر يفوكس على ايه اللي ناقص تمام. ايه الحاجه اللي هو محتاج يركز عليها، ايه الفاريبلز اللي هي لسه مش مخليها في جول ستيت ويبتدي يركز عليها هي خصيصا. فلسه ان مثلا كل الناس قاعده في المكان اللي المفروض تبقى هي قاعده فيه في الجول ستيت، ما عدا انا مثلا المفروض ابقى واقف هناك. فالتولز اللي هتستخدم فاكتور ريبريزنتيشن هتبقى عارفه ان اه ده الفاريبل خصيصا اللي محتاج ايه نركز عليه. لكن يجي الحاجه الاتوميك ريبريزنتيشن هي كل اللي بتبص عليه تقول ايه، اه ده مش جول، طب ايه اللي محتاج يتعدل، ما اعرفش هو مش جول وخلاص تمام. ايه اللي بيحصل جوه بالظبط كديتيلز وي دونت نو، عارفين بس ان دوت بدخله للجول تيست يقول لي ان ده مش جول تمام. ايه بقى الناقص اللي محتاج يتغير، ما نعرفش تمام. او لو اديت له حتى الجول والستيت واحده من جول ستيتس وستيت مثلا ديت، وقلت له ايه الفرق هنا وهنا، يقول لك الفرق ان الاثنين مش هما نفس الحاجه تمام. بس ده اقصى معلوماته. الاستراكتد ريبريزنتيشن بقى ايه، ده بناخد مرحله بقى زياده. هناك كان ايه الاتوميك هو بيقارنهم من بره كان هم بلاك بوكس، شايف بس ان هم زي بعض ولا مش زي بعض. الفاكتورد مجموعه فاريبلز يقدر يشوف ايه الفاريبلز اللي مثلا مختلفه هكذا. الاستراكتشرد بيبتدي يعمل نوع انواع، يعني بيزود، جايه من اسمها ان هي ايه فيها مور ستراكشر، بياخد الفاريبلز ديت ويجمعهم مع بعض الانتيتيز ويشوف الريليشن شيبس بين انتيتيز وبعضها. فمثلا فور اكزامبل هيبقى مثلا في كذا حاجه، مثلا انا مثلا بالنسبه لي انا انتيتي ليا البارامترز بتاعتي او الاتريبيوتس بتاعتي زي اللوكيشن بتاعي اللي انا فيه، هل انا بتكلم ولا مش بتكلم، ايه علاقتي مثلا بالكرسي ان انا مثلا قاعد عليه هكذا تمام. فده الاستراكشر ريبريزنتيشن، ده هتلاقوه بيستخدموه اكتر في النولج بيس سيستمز تمام. بس ملخص المفيد ان احنا اللي هنركز عليه النهارده هو الاتوميك ريبريزنتيشن تمام. ان احنا مش هنبقى عارفين ايه اللي بيحصل جوه الستيت، احنا هنبقى عارفين ان احنا الستيت دوت جول ولا مش جول، وازاي نتحرك ما بين الستيتس وبعضها وخلاص تمام. اوكي، احنا عشان نعمل بروبلم سولفنج ايجنت محتاجين قلنا نعمل ايه، نعمل الفورميليشن للجول وفورميليشن للبروبلم تمام. وهنأسيوم هنا ان البروبلم اللي عندنا اوبزرفبل ديترمينستك ديسكريت ونون. لو هي نون تختلف ايه عن الانون؟ النون انفايرمنت هي الانفايرمنت اللي احنا عارفين لو احنا عملنا كذا هيحصل ايه تمام. الانون لا، دي حاجه لسه محتاجين نتعلمها،
دي بقى لو احنا الدنيا بتشتغل مع unknown environment محتاجين ندخل ايه learning معانا. تمام، احنا هنا مش هنعتبر ان احنا محتاجين learning، احنا هنعتبر ان احنا عارفين العالم شغال ازاي، اللي ناقص بس ان احنا نخطط. تمام، فهنا هنأسيوم نوع مبسط شويه من الايه من الانفايرمنتس، شايفين كل حاجه فيها، الدنيا ديترمينستك، عارفين لما هناخد قرار كذا في ستيت كذا هنوصل لايه، ونون كمان، وكمان ديسكريت، مش هنعتبر ان الدنيا كونتينيوس عندنا. تمام، السولوشن بالنسبه لنا للسيرش بروبلم هي هتبقى مجموعه ايه اكشنز ناخدهم سيكونس ننفذهم بحيث ان هم يودونا من انيشال ستيت لواحده من الجول ستيتس، والايجنت المفروض ان هو ايه يكسكيوت السولوشن. الايجنت عندنا عاده بيشتغل ازاي بقى، بيبقى اولا فورميليت، ان هو بيعمل فورميليشن لبروبلم، يسيرش ان هو يدور على ايه السيكونس اوف اكشن اللي ياخده، بعد كده اكسكيوت. واللطيف في الموضوع كالاتي، ان هو مجرد ما دخل في مرحله الاكسكيوت هو مش محتاج حتى يشوف. تمام، يعني ليتس سي انك انت مثلا ليتس سي ان هنا مثلا دي متاهه، انت بصيت شفت كل حاجه، قلت خلاص انا عرفت ايه الخطوات اللي هاخدها عشان احل الميز ديت، قمت مغمض عينيك وماشي الطريق، ما انت خلاص عرفت الاكشنز، قلت همشي قدام خطوتين، همشي يمين مش عارف كام خطوه، هكذا. يو دونت نيد انك انت خلاص اصلا تشوف اللي بيحصل في انفايرمنت حواليك، مفيش الكلام دوت. تمام، تعالوا كده نشوف ايه شكل يعني سودو كود للبروبلم سولفينج ايجنت. لو بصينا هنلاحظ ان هو بياخد بيرسبت، اول حاجه بيعملها بالبيرسبت ان هو بيابديت الستيت، يقول انا كان عندي كنت في ستيت كذا وشفت دلوقتي كذا، يبقى انا دلوقتي في ستيت كذا. طيب هيعمل ايه بقى؟ هيبتدي يبص، هل انا عندي خطه؟ الخطه ديت اللي احنا هنا مسمينا اس اي كيو سيكونس ديت. لو لا، بمعنى ان السيكونس امتي، هيقول طيب يبقى انا محتاج بقى ابتدي اعمل ايه؟ ابلان. هيدخل جوه، هيعمل فورميوليشن للجول، ان هو يقرر ايه ايه الجول بتاعه المفروض يبقى عامل ازاي، ويفورميليت البروبلم من الستيت، هيكاري بروبلم الانيشال ستيت بتاعتها هي الستيت اللي هو شايفها حاليا، ويديها للسيرش الجوريزم. السيرش الجوريزم دوت ياخد البروبلم يرجع لي سيكونس اوف ايه اوف اكشنز. تمام، بعد ما خدت السيكونس اوف اكشن هطلع بره، هنفذ اول اكشن في السيكونس واحتفظ بالباقي بتاع السيكونس عندي في الفاريبل سيكونس. دلوقتي لما هعمل اكشن على الانفايرمنت هيحصل تعطيل في الانفايرمنت، فهيجي لي بيرسبت جديد، فهيدخل في الفانكشن مره ثانيه. لما هدخل مره ثانيه هابديت الستيت، بس هلاقي السيكونس ايه مش امتي، ده اتشيمنج ده لسه ما خلصتش الخطه يعني. تمام، يبقى وقتها هيحصل ايه بقى؟ وقتها اللي هيحصل ان انا هكمل الخطوه اللي بعدها. هل محتاجت ان انا ابتدي ابلان تاني؟ لا. هل حتى احتجت ابص على نتيجه الستيت الجديده؟ ما الستيت دي كنت بستخدمها جوه عشان برو فورميليشن، بس انا ما دخلتش جوه. تمام، طيب فالنقطه كلها ان هو بعد ما عمل اوف لاين بروبلم سولفنج، بمعنى ان هو بدون ما يعمل اي حركه هو خلاص خطط كل حاجه، وبعد ما خطط هو يقدر ينفذها ايز كلوزد. تمام، عارفين الناس اللي بيلعبوا روبكس كيوب ديت اللي يبصوا عليها وبعد كده يقوموا مغمضين عينيهم ويلا بس خلاص اتحلت، هي دي النقطه نفس الفكره بالظبط. هو ايه اللي حصل؟ هو عنده بروبلم تعتبر واخده كل الصفات اللي احنا اتكلمنا عنها، هي فولي اوبزرفبل، هو شايف كل حاجه، هو ما فيش حاجه مستخبيه عليه، هو بص على الروبيك كيوب عارف كل ايه تايل موجود فين. هي ديترمينستك، هو مش هيحرك البتاع كده هيلاقيها اتحركت في اتجاه العكس مثلا براندوملي. تمام، هي نون، هو عارف ان حركته دي بتعمل ايه بالظبط، وكمان هي ديسكريت. تمام، فبتبقى مناسبه جدا للنوع دوت من البروبلمز اللي هي بتبقى ايه بتشتغل باوف لاين بروبلم سولفنج. عشان بقى نعرف بروبلم فورميليشن محتاجين نعمل ايه؟ محتاجين اولا نعرف الانيشال ستيت. تمام، بيقول لك الانيشال ستيت هي الستيت اللي الايجنت بدا فيها. مثلا هنا في بروبلم ديت دي هتلاقيه هنا ان هو موجود في مدينه اسمها اراد. تمام، يبقى كده ده الانيشال ستيت بتاعته. بعديها بنحدد ايه الاكشنز اللي المفروض ياخدها. فالاكشنز مثلا وهو في اراد
قدر يروح واحدة للثلاثة من المدن اللي حواليها ديت، اللي هي زيرند وسيبيو وتيمي سورا. دي خريطة رومانيا اسمائهم غريبة. anyway مش دي النقطة يعني. يبقى كده دي البوسيبل اكشنز اللي هو ممكن ياخدها، ان هو يروح لواحده من الايه، من الثلاث مدن اللي حوالين المدينه اللي هو فيها، مش كده؟ طيب بعد كده بقى في الترانزيشن موديل. الترانزيشن موديل ديت هي فانكشن بتاخد الستيت وبتاخد الاكشنز وترجع لي النكست ستيت. يعني مثلا هديلها ان احنا حاليا في ستيت اراد والنكست اكشن هي جو تو زيرند، فيقوم يقول لي ان النكست ستيت اللي انت هتبقى فيها هتبقى ايه؟ هتبقى زيرند. تمام؟ ونخلي بالنا من نقطه كمان مهمه، يعني هي اكسسور فانكشن ديت او ترانزيشن موديل اتس ا فانكشن. تمام؟ الاكشنز برضو تعتبر ا فانكشن برضو. تمام؟ بتعمل ايه؟ هتلاحظوا ان ما بين قوسين بتاخد ستيت اس. ليه؟ حد ملاحظ ان الاكشنز ديت جو تو زيرند، جو تو سيبيو، جو تو مش عارف ايه ديت، دي كلها مرتبطه بأراد بس. يعني مره اخرى لو رحت مدينه تانية الاكشنز اختلفت، فالاكشنز بتتحدد على حسب الستيت اللي انا فيها. يعني انا مثلا هنا بالنسبه لي ممكن يتقال، ممكن لما اجي اسال الفانكشن بتاعت الاكشنز ايه الاكشنز ممكن اخدها، تقول لي ممكن تتحرك قدام، ممكن ترجع لورا، ممكن تروح يمين، ممكن تروح شمال. لكن ليتس سي ان انا ظهري الحيطه واجي انده الفانكشن اكشنز بالستيت اللي انا فيها دلوقتي، هتدي لي ثلاثه بس، مش هتعرف تدي لي ايه، ان انا ارجع لورا. تمام؟ هكذا. في بقى كمان الجول تيست، ودوت اللي انا لما اديله الستيت تقول لي انا كده في جول ولا لا، ترجع لي ترو فولس بس. فانا هنا لو اديت لها اي مدينه هترجع لي فولس، الا لو اديت لها المدينه مين؟ بوخارست ديت. تمام؟ وقتها هترجع لي ايه؟ ترو. طيب اخر حاجه بقى هي اللي بيسموها الايه؟ الباس كوست فانكشن. دي اللي بدلها مجموعه ستيتس تقوم اي سوري مجموعه اكشنز تقول لي ان الاكشنز دي كلفتني قد ايه. يعني مثلا هنا هتلاحظوا ان كل طريق مكتوب عليه رقم، ده المسافه بتاعته. فانا كل ما طبعا بمشي طريق اطول كل ما هيكلفني بنزين اكتر. تمام؟ بس على حسب طبعا يعني برضو السرعه والحاجات ديت، او هيكلفني وقت اكتر، هي كذا يعني. تمام؟ ف انا كده ممكن اعتبر ايه، ان انا بدور على اسرع طريق، فانا عايز ادور على السيكونس اوف اكشنز اللي يوصلني من هنا لهنا، اللي يبقى مجموع الباس كوست بتاعه يبقى ايه؟ اقل حاجه، اللي هو مجموع الكوست بتاع كل اكشن فيهم يعني يبقى ايه؟ اقل حاجه. تمام؟ حد عنده سؤال لغايه هنا؟ لو حد عايز يتكلم ممكن يطلع يتكلم بره ويرجع تاني، ما عنديش مشكله. تمام؟ لا بس ما حدش يعمل دوشه وهو قاعد في قاعه المحاضره. حد عنده سؤال؟ اوكي. البروبلم فورميليشن بقى دلوقتي احنا كده عرفنا خلاص البروبلم وعرفنا الجول، اللي احنا محتاجينه ايه؟ اللي احنا محتاجينه بقى نوصل له هو سولوشن. السولوشن ده عباره عن سيكونس اوف اكشن، يبقى سينا من انيشال ستيت للجول ستيت. تمام؟ طيب والكواليتي بتاعته بتتقاس بالباس كوست فانكشن. يعني ايه؟ نديله كده السيكونس اوف اكشنز اللي احنا جبناها ديت ونقول له قيس لنا كده الكوست بتاعها، كل ما يبقى اقل كل ما يبقى ايه؟ احسن. فبيقول لك بقى الاوبتيمال سولوشن ده اللي ليه بيني من باس كوست، اللي هو مفيش سولوشن تاني احسن منه في الكواليتي. تمام؟ اوكي، حد عنده سؤال لغايه هنا؟ طيب تعالوا نطبق مثلا فكره زي كده على حاجه توصلنا مثلا من هنا مثلا مثلا كل واحد مثلا عايز يروح بيته، فممكن مثلا ايه مش عارف الطريق، يقوم يفتح جوجل مابس مثلا. تمام؟ فجوجل مابس بقى هتقول لك ايه؟ تقول لك حلو، اول خطوه هتقوم تزق رجليك تقوم من على الكرسي، بعد كده تقوم ترفع رجليك وتحركها لقدام خطوه، بعد كده تبتدي بقى تمشي مش عارف هكذا غير ما تروح للباب، بعد كده تبتدي تقول لك بقى تنزل هكذا. تمام؟ هل جوجل مابس هتقول لها كل الكلام دوت؟ لا، جوجل مابس اخرها هتقول لنا خد كام شارع دول هتبقى وصلت. تمام؟ ما عندهاش حتى فكره هل الشارع دوت فيه مطب ولا لا، او ما اعرفش بيبقى فيها معلومه عن الموضوع ولا لا، بس مثلا ليتس سي في حفره مثلا مفتوحه
في طوبه مثلا على جنب، في زحمه، في راجل معدي من الطريق مثلا، ما عندهاش هي كل التفاصيل الكلام دوت، تمام؟ It doesn't understand كل الحاجات ديت. طب ازاي بنعرف نستخدمه وهو مش مدرك كل الكلام دوت حوالينا؟ ازاي يعرف يعني يتصرف بدون ما يبقى عارف يربريزنت كل الكلام دوت جوه الستيت؟ بالظبط، هو مش محتاج يعرف، ان هو مش بيدينا التفاصيل ديت، هو بيدينا خطه هاي ليفل الى حد ما، واحنا بقى نبتدي نفكر في الاكسكيوشن بتاعها. حلو، فدوت بيودينا لحاجه اسمها ابستراكشن. ايه هو ابستراكشن؟ احنا نمسك الريبرزنتيشن ونريموف منه ديتيلز، زي مثلا حاجه زي جوجل ماب، هيقوم ايه، هيشيل لك ديتيلز، هيشيل لك، ما يهموش هل الطريق فيه حفره ولا لا على جنب، هل في طوبه ولا لا، هل في حد بيعدي ولا لا، كل الكلام دوت ما يهموش. هو يهمه ان في طريق، والطريق بياخد وقت قد ايه، وان هو يدورك على على مجموعه الطرق اللي توصلك في اقل وقت، تمام؟ بس فبيقول لك يعني مثلا للتريب من اراد بوخارست كومبير بيرفيس بروم فورميليشن تو ريال وورلد ستيتس، هتلاقي ايه مثلا؟ هتلاقي في الريال وورلد عندنا تفاصيل كثيره جدا، زي مين راكب معايا العربيه، اللي هو واي شود ات كير يعني، تمام؟ الكرنت راديو بروجرام، احنا مشغالين انهي برنامج على الراديو، المشهد بره الشباك، الديستانس لاقرب ريست ستوب، الكونديشن بتاع الرود، الويزر، هكذا، كلها تفاصيل هو ممكن يتجاهلها ويركز بس في ان هو ايه، يجيب لنا سيكونس اوف رودز اللي احنا نعدي عليها عشان نوصل، تمام؟ وممكن نفس الحكايه برضو للاكشنز، مش هيقعد مثلا يمسك يقول لك افتح الراديو ولا ما تفتحوش، او يقعد يركز مثلا في التفاصيل ديت، نقدر نشيل كل التفاصيل ديت. كمان احنا مش محتاجين نركز في الاكشنز على ليفل دقيق جدا، يعني مش مثلا هيقول لك امسك احود الدريكسيون مش عارف 5 درجات في اتجاه اليمين، لا لا، هو مش هيدخل في التفاصيل ديت خالص، تمام؟ فدي كلها ايه؟ ابستراكشن ديتيلز. احنا بنقعد ايه الديتيلز، بنقعد نشيل الديتيلز اللي هي مش مهمه، بس ان احنا نسيب له ريبريزنتيشن بسيط يعرف يشتغل عليه ويجيب نتائج بسرعه، تمام؟ يعني تعال ناخد اكزامبل زي دوت. دي لعبه باكمان، حد هنا ما لعبش باكمان قبل كده؟ اوكي، ما لعبتش باكمان خالص؟ طب عارفه الرولز بتاعتها حتى؟ بنمسك الكاركتر وبنقعد نمشي وبنقعد ناكل الايه؟ البريتس ديت لغايه ما نفضي المكان، تمام؟ عاده بيبقى فيه جوستس، بس هنا شلنا الجوستس عشان ايه؟ ما بلاش حاجات مخيفه، تمام؟ طيب بيقول لك a search state keeps only the details needed for planning abstraction assume two ghosts for two problems اللي جايين دول. اول واحده passing، ايه هو؟ تعالوا نعتبر ان البروبلم كل هدفنا ان احنا من المكان اللي احنا فيه عايزين نوصل لمكان تاني وخلاص، تمام؟ احنا نعرف البروبلم بقى ازاي؟ نعرف الستيت ايه، ايه اللي نخزنه جوه الستيت، نعم؟ او جوه الست هخزن بس انا فين، انا عايز اروح فين، ديت دي جزء من الجول، فهنخزن بس اللوكيشن اكس وواي، تمام؟ الاكشنز دورس ايست ساوث ويست، سكسسور فانكشن بن ابديت اللوكيشن بناء على الدايركشن اللي احنا اديناه له، الجول تيست هل بقيت الاكس والواي بتاعتي حاليا هي الجول ولا لا، تمام؟ اوكي، طب تعالوا ناخد بروبلم اصعب سنه صغنطوطه، ايت اول ذا دوتس، عايزين ناكل كل الدوتس اللي موجودين، الستيت بقى نريبريزنتها ازاي؟ نعم، كام دوت باقيه؟ طب ما يهمناش اللوكيشن بتاعنا، طب ما يهمناش اللوكيشن بتاعت الدوتس نفسها، حلو، بس معناها ان احنا لازم نبقى عارفين اللوكيشن عشان نحسن الايه، عشان نحل بروبلم، يعني اقصد ان انا لو في مكان والبلد في مكان، طب انا ازاي اقول له اني دايركشن يمشي علشان يوصل للمكان بتاع البلد، لازم نبقى عارفين احنا فين، تمام؟ ما هو
تقصد هي كأنك ماشي عملت تحرك راندوملي يعني لغاية ما eventually هتعدي في كل حتة يعني. Well we could do that. بس هو عادة احنا بنعبر عن بروبلم باللوكيشن بتاعنا اكس وواي وبكل دوت هي اتاكلت ولا ما اتاكلتش. فاحنا ممكن نفكر فيها كأن احنا بنعمل ايه بوليان ريبريزنتيشن، كأن احنا بنعمل باينري نمبر يعني بعدد الدوتس بيتس بعدد الدوتس، وكل بيت هيبقى يا صفر يا واحد لو هي لسه موجوده ولا اتاكلت كده يعني. تمام، يبقى وقتها برضو الاكشنز هي نورث ايست نورث ساوث ايست ويست. وقتها ابديت اللوكيشن ورحت اللوكيشن في واحده من البوليتس من البيلتس هاكلها، والجول ان كل البيلتس تبقى ايه فولس، يعني كل البيتس بتاعت البيلتس تبقى ايه بزيرو. تمام، حد عنده سؤال لغايه هنا؟ طيب تعالوا نجرب حاجه كده اهوت ستيت سبيس سايزز. تعالوا نعتبر العالم دوت عندنا عدد البوزيشنز الممكنه للايجنت هم 120. ليه؟ 1 2 3 4 في بمناسبه مسافه ما بين كل ايه صف، يعني هنا وهنا في مسافه ما بينهم مكان اهوت. تمام، فهي ايه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ومن فوق لتحت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. يبقى 10 في 12 يبقى كام؟ 120 وورد بوزيشن. الفود كاونت في عندنا هنا 5 في 6 يبقى 30 فود بيلت. عندنا جوست بوزيشنز محبوسين هنا همت فما عندهمش غير 12 مكان بس. تمام، والايجنت عندنا ممكن يتحرك او ممكن يبقى بيفيس يعني يا كده يا كده يا كده يا كده. تمام حلو، هيبقى عندنا ايه 4 ايجنت فيسنج. دلوقتي بقى هاو ميني وولد ستيتس، عايزين نعد عدد الوولد ستيتس اللي موجوده في البروبلم ديت. نعم 120، مين بيقول 120؟ لا، طب مين بيقول حاجه ثانيه؟ اه نعم 120. ساعد بس صوت يا جماعه عشان اسمعه. اه 30 to the power of 2 30 سكوير يعني. اوكي اوكي هو انت قربت بس لسه. ايه لا برضو تمام. حد عنده اجابه تانية؟ تمام حلو، يبقى مش 30 سكوير، هي ايه 2 ذا باور اوف 30. حلو كده قربنا بس لسه برضو. بالظبط اه حلو. لا وكمان عندنا الجوست اللي ما بيتحركوا بيأثروا معانا في الاستيت. حلو بس احنا لسه احنا بنتكلم بدون ابستراكشن لسه. قربته بس لسه 12 في 12 بالظبط، ناقص بقى حاجه واحده. نعم لا بالظبط اكزاكتلي. يبقى كده عندنا 120 في 2 ذا باور اوف 30 في 12 سكوير في 4، رقم صغير مش كده؟ اه
ليه؟ لان هتبقى فيها مشكله. انت بتقول يا اما فيها بلاير ديت، معناها هل ممكن كلهم يبقى فيهم بلاير في نفس اللحظه؟ فالادق ان احنا ايه، نفصل بلاير على جنب، 120 احتمال ليها ليه، وكمان الدايركشن. تمام، فكده احنا خلصنا من 120 و4 ده للبلاير لوحده. للبلت عندنا 2 ذا باور اوف 30، وللجوست كل واحد 12 يبقى 12 سكوير. تمام، حد عنده سؤال لغايه هنا؟ تعالوا كده نفكر بس في البروبلم ديت. ليتس سي ان احنا عايزين نخزن الستيتس ديت في الميموري، وهنخزن بايت لكل ستيت. حلو، 2 ذا باور اوف 30 لوحدها يعني كم؟ يعني جيجا بايت. تمام، نضربها في 120، 120 جيجا بايت. نضربها في 144 كم؟ ليتس سي 100 في 100 يعني حوالي 10 تيرا بايت تقريبا، يعني اكثر من 10 تيرا بايت، في 4 حوالي 40، اكثر من 40 تيرا بايت. تمام، لو احنا بس هنخزن كل ستيت من الستيتس بتاعت ديت في بايت واحد في الميموري. تمام، ومع ذلك دي حاجه تافهه قوي، يعني لو قارناها بحاجه زي الشطرنج، الشطرنج بيستيميتوا ان هو عدد الستيتس بتاعتها اكتر من عدد الستارز اللي احنا نعرفهم في اليونيفرس، يعني او اللي احنا بنستيميت ان هم موجودين في اليونيفرس. فيعني لا ايه، الفروق ضخمه. تمام، وفي العاب كمان يعني التشيس مش لعبه الست سبيس بتاعها ضخم، ده في سبيس اكبر من كده، في حاجات زي جو والكلام دوت اللعب بتبقى الست سبيس بتاعتها بشعه. تمام، طيب بس تعالوا بقى نمسك حاجه، تعالوا نحاول نجيب الستيتس لعبه الباس فايندنج فقط، ان احنا في لوكيشن وعايزين نوصل للوكيشن تاني وخلاص. كام ستيت بالظبط؟ 120. وي دونت ايفن كير احنا بنبص فين. تمام، كده عملنا ابستراكشن جامد جدا للبروبلم. واللطيف في الموضوع ان 120 ديت يعني هي فكه، يعني لو واحد كاتب كود حتى مش اوبتمايزد علشان خاطر يسيرش في السبيس بتاع ال 120 كيس ديت، موست بروبلي مش هيحس يعني بالران تايم بتاعها. تمام، طيب تعالوا ناخد حاجه اصعب سنه صغنطوطه، ستيتس فور ايت اول ذا دوتس. نعم، 2 باور 8، 2 باور 30 في 120 بالظبط. هنلاحظ ان ديت اكشولي شبيهه جدا باللي فوق. ليه؟ لو احنا فكرنا، هل احنا في اللي فوق مهتمين احنا كنا بنبص في اي دايركشن؟ يعني الاربعه ما هياش مهمه قوي بالنسبه لنا، ونفس الحكايه الجوسس محبوسين مش مهمين بالنسبه لنا. فواحده فيهم احنا ما عملناش ابستراكشن للبروبلم، سيبناها زي ما هي، وواحده ثانيه عملنا ابستراكشن وشلنا التفاصيل اللي مش مهمه بالنسبه لنا، زي ان هو بيبص في اي اتجاه، وزي الجوستس اماكنهم فين، اللي هم يعني هم حرفيا محطوطين كانهم جنينه حيوانات بنتفرج عليهم وخلاص، ما بيعملوش حاجه. تمام، طيب حد عنده سؤال لغايه هنا؟ علشان خاطر نعرف هنحركه في انهي اتجاه عشان يروح ياكل البوليتس الباقيه. تعالى ناخد بروبلم ثانيه برضو سهله، اللي هي ايه؟ فاكيوم كلينر. عندنا تو بوزيشنز، وكل بوزيشن ممكن يبقى يا ديرتي يا كلين. فانا بالنسبه للايجنت ممكن يبقى يا في اي يا بي، فادي تو بوسيبل ستيتس، وكل واحده منهم برضو كل واحده من التو بوزيشنز ممكن تبقى في واحده من تو بوسيبل ستيتس، يا كلين يا ديرتي. فيبقى 2 في 2 في 2 يبقى كام؟ 8 بالظبط. لعبه عيال، حلو قوي، ده شيء لطيف. طبعا لو ستيت اكبر شويه هتبقى في ان، في 2 زبور في ان، يعني كل ما بتزود لوكيشن زياده الحجم بيزيد ايه؟ اكسبوننشالي. تمام، انيشال ستيت زي ما باين في الصوره كده اهوت. اكشنز يقول لك سمبل انفايرمنت ديت، هيبقى عندنا ايه؟ ليفت ورايت وسك عشان يشفط الايه؟ الديرت. وترانزيشن موديل هندي له الاكشن والستيت يقول لنا هيحصل ايه؟ لو كنا في ايه وديناه له رايت هيروح بي، لو كنا في بي وديناه له ليفت هيروح ايه؟
لو كان في واحده من السيتس ديت وقلنا ساكو كان ديرتي تبقى كلين كده يعني، تمام. والجول تيست ان لوكيشن ايه ولوكيشن بي يبقى كلين ايه، كلين، تمام. باس كوست هو ما حددش هنا حاجه واضحه جوه البروبلم، بس احنا ممكن نقول ايه ان كل اكشن بيكوست 1 وخلاص، تمام. تعال ناخد اكزامبل تاني اللي هي الايد بازل. عندنا ادي الستيت الانيشال وعايزين نوصل للجول ستيت ديت، تمام. فالانيشال ايه ده، ادي انيشال ستيت وادي جول ستيت، وعندنا الاوبريشنز ان احنا ممكن نحرك البلانك اب داون ليفت رايت، تمام، بان احنا ناخد تايل من اللي حواليها ونوديها ناحيتها. والجول تيست ان الستيت ماتش الجول كونفيجريشن دوت. والباس كوست تعال نعتبر برضه ان كل اكشن بتكلف واحد وخلاص، تمام. حد عنده سؤال لغايه هنا؟ اوكي، عارفين الايت كوين مش كده؟ خدتوش الايت كوين قبل كده؟ الايت كوين عايزين ملعب نرص فيه 8 كوينز بحيث ان مفيش كوين تاكل الثانيه، تمام. بروبلم دي مشهوره جدا في حاجات زي الكونسيست ساتسفاكشن بروبلمز والكلام دوت. الانيشال ستيت ليتس سي ان هو حد جاب لنا الملعب وحط الكوينز في اماكن راندوم، تمام. واحنا الاكشن ساعتنا ايه، ان احنا ممكن نمسك واحده من كل مره نمسك واحده من الكوينز ونحركها مكان ثاني، تمام. جول تيست بالنسبه لنا هو ان الايه الايت كوينز يبقوا موجودين على بورد ومفيش واحد فيهم بيأتاك الثاني. الباس كوست بقى ده اللي انترستنج شويه، قال لك نو نوت ابليكابل او زيرو. اكشولي ان براكتس احنا ما بنحطش ابدا الباس كوست زيرو، بس لو احنا بصينا هنا على البروبلم ديت هنلاحظ ان احنا ما فيش معنى قوي للباس كوست بالنسبه لنا، تمام. ليه؟ فعاده الايت كوين عامله شبه السكيدولينج، حلو، ان مثلا ايه حد بيعمل جدول لنفسه، محدش مهتم قوي الجدول اتعمل ازاي، مهم ان الجدول يبقى حلو، تمام. انه يجي له الجدول يلاقي ان هو مثلا كل حاجه في ميعاد مناسب بالنسبه له، مفيش كونفليكتس، مفيش جابات مثلا كتير، مثلا حاجات زي كده، تمام، يبقى جدول لطيف. بس لما حد يجيب لك جدول لطيف بالشكل دوت مش هتمسكه وتقول له لا انا مش عايز الجدول، انا عايز الخطوات اللي انت استخدمتها عشان توصل للجدول. يعني دوت مش الحاله اللي ايه اللي واحد بيبقى مهتم بيها. لو هو وصل للجدول بانه عمل 20 خطوه وهو كان ممكن يوصل للجدول بانه يعمل 10 خطوات بس، ده ماتر بالنسبه لنا؟ لا، المهم انه هو وصل لجدول كويس، تمام. نفس الحكايه هنا، لقيت كوين هو بيبقى الاهتمام بان احنا نوصل لكونفجريشن الكوينز ما بتاكلش بعض. وصلنا لها بقى في 10 خطوات، في 20 خطوه، في 100 خطوه، وي دونت كير. فاحنا نقدر نقول ان يعني نظريا نقدر نخلي ان الباس كوست بصفر. عمليا ما بينفعش لان في مشكله صغنطوطه قوي. لما احنا قلنا ان احنا مش مهتمين بهو خد كام اكشن، ايه اللي يمنع السيرش الجوريزم انه يقعد يلف ويخلي الموضوع بيخلص في ما لا نهايه؟ مفيش حاجه تمنعه، تمام. فان براكتس احنا ما بنعملش كده، احنا ان براكتس بنخلي الباس كوست بالنسبه لنا حاجه عماله بتزيد كل ما ناخد اكشنز اكتر، تمام. ما بنسمحش ان في فكره ان يبقى في عندنا اكشن ما بيكلفناش حاجه او بيبقى تكلفته بالسالب، ده أسوأ كمان. ليه؟ لانه دوت بالنسبه له احنا كده بنحفزه انه يفضل يلف حوالين نفسه، تمام. يعني تخيل كده ان انت جبت لواحد شارع والشارع دوت قلت له كل ما هتقعد تمشي رايح جاي عربيتك هتتشحن اكتر، هيفضل رايح جاي، تمام. بس فطبعا it does make sense مثلا، تمام، ان احنا نعمل حاجه زي كده. الالجوريزمز اللي احنا هنتعلمها ان شاء الله في المحاضره مش هتبقى ابليكابل للكلام دوت، دايما بتبقى عايزه تاخد البروبلم باسامبشن ان الباس كوست عندنا بتنكريز كل ما تزود الاكشنز. في بقى ريال وورلد بروبلمز كتيره ممكن ايه نستخدمها مع الكلام دوت. راوت فايندنج، حلو، حاجات زي في الكمبيوتر نتوركس والكلام دوت، اير لاين ترافل بلاننج، في ال اس اي لاي اوت، روبوت نافيجيشن، مارس باس فايندر، تايم تيبل واكزام تيبل، حاجات كتيره، تمام. يعني عندنا اكزامبلز حاجات كتيره جدا السيرش بي ايه بيستخدم فيها. حد عنده سؤال لغايه دلوقتي؟ لا، ندخل في اللي بعده. اوكي، ستيت سبيس جراف.
هنتكلم عن البروبلم باعتبار ان احنا في عندنا شويه ستيتس واكشنز بتودينا من ستيت لستيت وهكذا، مش كده؟ تمام. مش ممكن نرسم الكلام دوت كجراف، نحط كل ستيت ان هي نود ونحط الاكشنز بتاعتنا ايدجز ونقعد نوصل النودز بعضها بالايدجز، مش كده؟ حلو قوي. فهو دوت اللي بنسميه ايه؟ الستيت فيز جراف. وبنعلم على النودز اللي بتبقى ايه؟ الجول. يعني مثلا هنا الجي هي الجول، فمثلا خليها بولد مثلا كده يعني. تمام. في الواقع وي ريرلي بيلد الفول جراف ان ميموري. يعني مثلا هقول لكم مثلا على اكزامبل بسيط. انا جدير بالذاكر، خلصتوا بروبلم سيت زيرو؟ تمام. اوكي حلو، ان شاء الله هتاخدوا قريب بعديها بروبلم سيت 1. تمام. بروبلم سيت 1 هتبقى فيها مسائل بتحلوها بتطبقوا عليها بقى الالجوريزمز اللي هناخدها في الايه؟ في المحاضره ان شاء الله. بلاقي ناس بيعملوا حركه، يجوا يمسكوا بروبلم ويحاولوا يكريتوا للستيت سبيس جراف بتاعه عشان يبتدوا يسيرشوا فيه. مش هيخلصوا. ليه؟ لان البروبلمز اللي هتبقوا واخدينها مش هتبقى تريفيال. هتبقى لو انت حاولت تكريت الستيت سبيس جراف بتاعها مش هيخلص، الكمبيوتر مش هيكمل معاك، يعني هو ما فيش عندك ميموري اصلا تكفي الكلام دوت. تمام؟ فمحدش في الواقع بيعمل ايه؟ بيبلد الفول جراف ويحطه في الميموري. هي مجرد يوسفول ايديا بس مش براكتيكال ان احنا كريت الستيت سبيس جراف فعلا وان ايه ونحطه في عالم في الميموري مثلا. تمام؟ الا في بروبلمز بسيطه جدا. تمام؟ تعالوا بقى نتكلم حاجه ثانيه كمان اسمها سيرش تري. تعالوا مثلا ناخد الستيت بتاعت باكمان ديت، واقف هو في الكورنر تحت كده اهوت، ممكن يروح فين وممكن يروح فين؟ فوق ويمين. يبقى عندنا تو بوسيبيليتيز نرسمهم كانهم تو برانشز. ادي دوت لما رحنا نورث وكده تكلفنا واحد عشان خدنا اكشن، وادي لما رحنا ايست تكلفنا واحد كمان عشان خدنا ايه؟ اكشن. تمام. وطبعا بقى من هناك في عندنا كام بوسيبل تشايلد ممكن يجي؟ ثلاثه. ممكن ينزل تحت، ممكن يطلع فوق، ممكن يروح ايه؟ يمين. فيبقى ثلاثة. ونفس الحكاية الناحية التانية برضه في ايه؟ ثلاثة ستيتس. لما نرسم الكلام دوت بيكريت لنا تري، كأنها ايه؟ وات اف، اللي هو بتقول لنا لو احنا قعدنا نمشي مع سيكونس اوف يعني لكل بوسيبل سيكونس اوف اكشن في عندنا نود منفصلة. تمام؟ جوه التري. والانيشال ستيت بتبقى هي الروت. والتشيلدرن بتكوسبوند للسكسسورز. والنودز بتشو الستيت بس كمان بتكورسبوند لبلان. يعني معنى ايه؟ بمعنى ان ممكن نلاقي الستيت متكرره جوه التري بتاعتنا، لان احنا ممكن نكون وصلنا لها من طريقين مختلفين. ده عكس حاجه زي الايه؟ الستيت سبيس جراف. لو لاحظ فيها ان هو ممكن يبقى في حاجه ممكن نوصل لها بطريقين ونرسمها مره واحده بس، زي مثلا البي ممكن نوصل لها من الاس على طول، او ممكن نروح للاي اتش بي. تمام؟ بس رسمناها مره واحده. في الستيت سبيس او في السيرش تري بنرسمها اكتر من مره، مره لكل بوسيبل باس ممكن يوصلنا ليها. تمام؟ نفس الحاله مع الايه؟ مع الستيت جراف. تمام؟ ما بنعملش ابدا ان احنا نكريتها كلها ونحطها في الميموري، مش هنخلص. تمام؟ تعالوا ناخد اكزامبل على الستيت سبيس جراف ديت، وتعالوا نكوت منها مثلا سيرش تري. فادي الاس بتروح للدي والاي والبي، اس بتروح للدي والاي والبي، الدي بتروح لبي وسي واي. تمام. وتلاحظوا ان الاي هنا ايه؟ كررت، علشان الاي دي غير الاي دي، دي الاي اللي رحنا لها لما رحنا من اس لاي على طول، فدي بتمثل بلان مختلفه عن البلان ديت اللي هي ايه؟ لما نروح من اس لدي لاي. دوشه يا جماعه، اي حد عايز يتكلم يطلع بره يتكلم، وبعد كده يبقى يرجع لما ايه يخلص الكلام اللي هو عايز يقوله. تمام؟ يعني ما فيش مانع من الكلام دوت، اللي فيه مانع منه انك تعمل دوشه لزمايلك في المحاضره. تمام؟ طيب العادة بقى بنعمله ان احنا بنكريت السيرش تري او السيت جراف اون ديماند. بمعنى ايه؟ احنا قلنا ان احنا في عندنا اللي هي اسمها الاكشن الاكشنز، وقلنا ان في عندنا حاجه اسمها السكسسور فانكشن، مش كده؟ ف
فاحنا عادة مش بنخزن كل البوسيبل ترانزيشنز الموجودة، لا احنا بنخزن ايه بس؟ الفانكشن نفسها اللي هي لما ندي لها ستيت واكشن تقول لنا ايه النكست ستيت. فدي عادي، دي كاننا بنكتب كود، تمام؟ مش كاننا بنخزن كل البوسيبل ستيتس كديكشنري مثلا كبيره او حاجه زي كده، تمام؟ بس فوقت ما نبقى عايزين نجنريت نود جديده نروح نكلم سكسور فانكشن هي تجنريت حالنا، تمام؟ لكن مش هنروح نجنريت كل الجراف ونقول بعد ما نخلص بقى جنريشن نبتدي نسيرش، لا لا خالص. تعال ناخد اكزامبل تاني لموضوع الستيت جراف والسيرش تري. ادي بروبلم ودي بروبلم بسيطه جدا، احنا عايزين نوصل من اس لجي، وممكن نروح من اس لاي لجي، وممكن من اس لبي لجي، تمام؟ واكشولي دي لو احنا عايزين نعمل ستيت جراف ونحطها في الميموري اتس سمول، يعني موضوع بسيط قوي. تعالوا بقى ناخد ان احنا نحاول نطلع منها السيرش تري، هيبقى نعمل ايه؟ هي مشكلتها ده مش هتخلص عشان في لوب بالظبط. اللي هيحصل بقى ان عندنا ايه؟ اس هتودينا الاي وبي، والاي تودينا البي وجي، والاي تودينا بالبي تودينا الاي تاني، وهكذا and so on. الريبيت ستراكشر ديت هتخلي السيرش تري عندنا انفينيت، تمام؟ رغم انها ايه ست سبيس صغنطوطه جدا اساسا. طيب حد عنده سؤال لغايه هنا؟ تعالوا بقى نشوف ازاي نسيرش. دلوقتي لو عندنا سيرش تري عايزين نبتدي نسيرش بنعمل ايه؟ بنعتبر ان احنا بدانا اولا بالانيشال ستيت، بنحطه في حاجه اسمها الفورنتير. ده بيبقى ذا ستراكشر هنتكلم بتفاصيل اكتر عنه لان هي بيختلف على حسب الالجوريزم اللي هنستخدمه. ونعمل ايه؟ ناخد او واحد من الاليمنتس من الفورنتير نكسباندو. يعني ايه نكسباند؟ يعني نشوف التشيلدرن بتوعه هما مين، تمام؟ يعني ندور على كل بوسيبل اكشنز اللي ممكن تطلع منه ونجيب النكست ستيت من كل واحده من البوسيبل اكشنز ديت ده من عنده، وناخدهم الستيتس الجديده ديت نحطهم في الفورنتير، وفي اللوب اللي جايه نقوم نختار واحد تاني من الفورنتير ونعمل فيه نفس الحركه. نفضل نكرر الكلام دوت لغايه ما نلاقي نفسنا بنطلع واحد من الفورنتير ونلاقيه جول، نقول خلاص احنا كده خلصنا وصلنا الجول. ندور بقى على الطريق اللي احنا مشيناه علشان نوصل للستيت ديت، نعمل له باك تراكنج ونجيبه ونبعته كاجابه كده جبنا السيكونس اوف ايه اوف اكشنز اللي احنا عايزينها، تمام؟ حد عنده اي اعتراض على المين ايديا بتاعت الالجوريزم؟ بس فادي مثلا اراد خده عمل له اكسبانشن وضاف دومت في فورنتير مكانه، خد بعديها بعد كده سيب بيو ديت وعمل لها اكسبانشن وجاب التشيلدرن وحطهم في الفورنتير اند سو اون اند سو فورس هكذا، تمام؟ ده بيوصلنا لحاجه بيسموها الجنرال تري سيرش، تمام؟ هو ده ما يعتبرش الجوريزم واحد، هو ده يعتبر ايه؟ يعني سكيلتون بتاع الالجوريزمز اللي هتبقى تشوفها قدام. فالفكره كالاتي، بيقول ايه؟ هنكريت الاول فورنتير ونحط فيه الانيشال ستيت بتاعت البروبلم وهنفضل نلوب. لو الفورنتير لقيناه ابتي معناه ان احنا استهلكنا كل البوسيبلتيز اللي لقيناها قدامنا ومع ذلك ما لقيناش ايه؟ حل. يبقى كده نرجع ايه؟ فيلير. كده بنقول له ان هو there is no solution. طيب غير كده ناخد واحده من الليف نوتس اللي جوه فورنتير ونطلعها من الفورنتير ونعمل ايه؟ لو لقيناها انها جول يبقى كده لقينا حل بالظبط. نجيب بقى السولوشن اللي وصلنا للجول ستيت ديت، احنا المفروض يا اما بنخزنه مع الوقت او يا اما ان احنا بنبقى مفكرين الايدجز ونقوم عاملين لها باك تراك، اين اكون الطريقه اللي بنطبقها يعني بيها. المهم يعني هنجيب الايدجز ديت والاكشنز ديت ونقوم عاملين بيها سيكونس ونبعتها. تبقى كده دي الاجابه، تمام؟ اخر خطوه بقى لو هي طلعت مش الجول ان احنا نجيب التشيلدرن بتوعها ونقوم حاطينهم في الفورنتير، تمام؟ حد عنده سؤال لغايه هنا؟ في مشكله صغنطوطه لو احنا جينا نطبق الجنرال تري سيرش، ايه هي؟ حد يتوقع؟
انت عارف ايه المشكلة اللي ممكن تحصل؟ تعال ناخد الاكزامبل دوت. ليتس سي ان احنا عندنا ستيت سبيس جراف عامله كده، هي الى حد ما تعتبر لينير، يعني الاي بتودي البي بس والبي بتودي السي بس، بس الاي بتودي البي بطريقين مختلفين والبي بتودي السي بطريقين مختلفين وهكذا. تعالوا نفك الكلام دوت لسيرش تري، هنلاحظ انه بالمنظر دوت. ايه بقى المشكله؟ لما نيجي نطبق التري سيرش هيقول ده انا من ايه بروح لبي والبي، فاخد بي واعمل له اكسبانشن، يجي بقى يبص على اللي عليه الدور، ممكن اللي عليه الدور بالصدفه يبقى برضو مين؟ بي برضو، لان بي دلوقتي دخل في الفرونتير ايه؟ مرتين. طب ثانيه واحده، هل بي اللي شافها اول مره مختلفه عن بي اللي شافها ثاني مره؟ هو في نفس الوضع ووصل لها تقريبا بنفس عدد الخطوات وكل حاجه. مش ده معناه ان كده شغل ريدندنت لو هو قاعد يكسبلور بي مره كمان؟ بالظبط. فدوت مشكله التري سيرش. تري سيرش ات ريبيتس الستيتس، وده ممكن يخلي الورك اكسبوننشالي انكريز. تمام؟ يعني حاجه زي هنا هو هيبص على البي مرتين، هيبص على السي اربع مرات، لو في بقى بعديها دي هيبص عليها ثمان مرات وهكذا، رغم ان هو المفروض ما كانش محتاج يبص عليها غير مره ايه؟ مره واحده بس. فده بقى يوصلنا لجزء ثاني اسمه الجراف سيرش. فكرته كلها ان احنا ما نحاولش نريبيت نفسنا. نبقى عندنا هيستوري نعرف ايه اللي احنا استكشفناه او خلاص ناويين نستكشفه وما نعيدش نستكشفه تاني. تمام؟ فده بيساعد ان احنا ايه؟ نافويد الريدندنت باسز في التري سيرش اللي بتحصل في التري سيرش. ده هيعمله بان احنا نكريت حاجه اسمها اكسبلورد سيت ونسيف كل اكسبندد نود. نيولي جنريتد نود ذات ماتش بريفيسلي جنريتد نود وانز ان ذا فيرست سيت اوف فرونتير كان بي ديسكاردد. تمام؟ يعني مع اخر حلقه قلنا ان في واحد كنا عملنا له اكسبلور او حاطينه في فرونتير ومستنيين ان احنا نعمل له اكسبلور قدام، ما نضيفوش تاني. تمام؟ ما نقعدش نكرر الشغل. وادي شكل الالجوريزم شبيه جدا بالتري سيرش، بس الفرق ان هو ضاف فيه ايه؟ اكسبلور سيت هنا. فايه؟ هينشيلايز الفرونتير، هيحط اكسبلور سيت ويلوب. لو لقى الفرونتير امتي يبقى كده فشلنا، وهيختار بقى واحده من الفرونتير ويشوف لو هي جول يبقى كده نجحنا ونجيب الباص ونبعته. غير كده نقوم ضايفينه في الاكسبلورد سيت، ونيجي بعد كده نعمل اكسباند ونطلع ايه؟ كل تشايلد من التشيلدرن بتوع النود دوت. ولو لقيناه واحد فيهم جوه الفرونتير او الاكسبلورد سيت نرميه ونروح على اللي بعده. تمام؟ بحيث ان احنا ما يبقاش فيه ايه؟ اي نوع من انواع الريبيتيشن عندنا. حد عنده سؤال لغايه هنا؟ طيب دمت يعتبروا الباك بون بتاع بقيه السيرش الجوزمز هنتعلمه. ومن الجدير بالذكر عشان دي بتتوه بعض الناس، يقول لك التري سيرش هو تري سيرش عشان بيطبق على تري، والجراف سيرش هو جراف سيرش عشان بيطبق على جراف. غلط خالص. تمام؟ التري سيرش والجراف سيرش بيطبقوا على اي حاجه كانت شكلها تري او شكلها تري. الفرق ان تري سيرش ممكن يريبيت الاكسبريشن بتاعت بعض الستيتس، بينما الجراف سيرش ما بيعملش ريبيتيشن بس. تمام؟ فالفرق ما بينهم بيبان لما نستخدمهم على الجراف اللي هو فيها ايه؟ ايدجز يعني او ممكن ان نوصل لنفس الستيت بكذا طريقه. تمام؟ لكن لو انا عندي الستيت سبيس بتاعتي تري بمعنى ان كل نود بوصل لها من طريق واحد بس، مش هحس بفرق بين الاثنين يعني. تمام؟ عندنا عندك سؤال لغايه هنا؟ بيقول لك each of the sales strategies are evaluated based on ايه بقى؟ عايزين نيفالويت السيرش strategies اللي هنتعلمها دلوقتي بعد شويه. فقال لك هنقسم على اربع حاجات. completeness، هل لو في حل احنا ضامنين ان السيرش هيجيب لنا الحل، هيجيب لنا حل ولا لا؟ يعني مثلا ما يبقاش في طريق وهو يقول لك مفيش طريق. مفيش مشكلة إن لو مفيش طريق يقول لك مفيش طريق، ده منطقي. تمام؟ بس اللي مش منطقي إن هو يبقى في طريق ويقول لك مفيش طريق. لو حصل كده يبقى بنسميه إيه؟ incomplete. فالشرط الكومبليتنس إن هو if there is a solution it will return a solution. تمام؟
في بقى كان عندنا تايم كومبلكسيتي بياخد وقت قد ايه، سبيس كومبلكسيتي بيحتاج ميموري قد ايه، والاوبتيماليتي هل لو هو جاب لنا سولوشن احنا ضامنين دوت احسن سولوشن، ان دوت اقل باس كوست ولا لا. تمام، فاول واخر واحد دمت هما ترو فولس. تمام، هل كومبليت ولا لا، هل اوبتيمال ولا لا، الاثنين في النص بنكتبهم ايه طبعا بالبيج او نوتيشن زي ما احنا متعودين. في شويه بقى نوتيشن عشان خاطر لما نيجي نحسب الكومبلكسيتي، في حاجه اسمها بي وده البرانشنج فاكتور، بيقول لك شوف الستيتس اللي عندنا طلع منها كام اكشن، او طلع منها ليها كام تشايلد، كام ستيت بيبقى جاي منها. تمام، واقصى عدد ممكن لنود واحده ده هنسميه البي اللي هو برانشنج فاكتور. تمام، طيب ودي دوت بقى هو الدبس او عدد الستبس اللي بحتاجها عشان اوصل لاقرب جول من حيث عدد الستبس. تمام، ده سؤال. اما بقى العكس، اما بيقول لك لو فضلت ماشي قاعد براحتك كده اهوت في الستيت سبيس ممكن توصل لقد ايه بدون ما تبقى خلاص خلصت كده الدنيا، يعني ليتس سي مثلا تخيلوا ان هو تري وتري ليها ليميت، فانت اقصى حاجه هيبقى الدبس بتاع التري ما ينفعش تكمل بعدها وانت بتطور، مش كده؟ بس ليتس سي مثلا انها بروبلم وفيها سايكلز وحاجات زي كده هيبقى الام انفينيت وقتها، لان انت ممكن تفضل ماشي وراها للابد. حلو، اطول طريق بيكمل معاك الى ما لا نهايه. طيب تعالى نبتدي نتكلم على اللي بيسموها الـ Uninformed Search Strategies. ليه Uninformed؟ Uninformed لأن هي ما عندهاش معلومة هي بتقرب ولا بتبعد عن الجول. يعني مثلا let's say لحد من هنا وعايز يروح اسكندرية. ف جه وفتح الموبايل، موبايل قال له ثانية واحدة أنا عايز أدور. أنا هستكشف كده لو ركبنا القطر بتاع أسوان هنوصل اسكندرية بسرعة ولا لا. تمام، بالمنطق بالنسبة لك كبني ادمين doesn't make sense، قطر اسوان بيمشينا عكس اتجاه ان احنا لو رايحين اسكندرية، مش كده؟ بس بالنسبة للسيرش هو ما يعرفش، هو ما يعرفش ان احنا دلوقتي حاليا اقرب لاسوان، سوري اقرب لاسكندرية من لو بقينا في اسوان، مش كده؟ هو ما عندوش النولج ديت. فاحنا دلوقتي الانفورمد سيرش استراتيجيز بتحاول انها تعمل ايه؟ بتحاول ان هي تبقى عندها نوع من انواع القياس، حاجه كده هي عارفين لما يبقى في اللعب كده وماسك الجهاز اللي بيقعد يزن دوت، ولما تقعد تقرب يقول دين 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 دين. هي نفس السنس دوت بالظبط، نفس الموضوع كده اهوت. هنا ما عندناش، هنا احنا عندنا يا اما وصلنا للجول او ما وصلناش، يديله الستيت يقول لك انت في الجول ولا لا. يعني مثلا ليتس سي ان هو واحد وبقى خلاص واقف جنب مدخل اسكندريه وجه ادى للجول قال لها انا في اسكندريه، قالت له لا. طب انا قريب؟ ما اعرفش، انا اقدر اقول لك بس احنا في اسكندريه ولا مش في اسكندريه، ما ده اقصى ما تقدر تقوله. تمام، طيب شويه اكزامبلز بقى. احنا عندنا طبعا في بريتس فيرست سيرش شفتوه قبل كده، مش كده؟ حلو، يونيفورم كوست سيرش شفتوه دوت قبل كده؟ لا. وديبس فيرست شفتوه قبل كده؟ حلو. وفي بقى كمان ديبس ليميتد وايتريتف ديبنينج وباي دايركشنال سيرش. تمام، تعال ناخد اول واحد الاول، بريتس فيرست سيرش. تمام، بيرتبهم بالايه؟ بالليفلز. تمام، يعني دلوقتي احنا هنمسك البتاع ديت ونكريت منها ايه؟ سيرش تري. يبقى هنسيرش ليفل 1 الاول كله قبل ما نبتدي نسيرش في ليفل 2، ونسيرش في ليفل 2 كله الاول قبل ما نسيرش في ليفل 3 وهكذا. فنلاحظ ان هيحصل ايه؟ هيبتدي الاول يكسباند اس اس، هتجيب له دي واي وبي، هيبتدي بدي تجيب له بي وسي واي، بس مش هيبتدي في اي واحد منهم لان احنا لسه عندنا ايه؟ اي وبي فوق لسه ما عملناهمش ايه؟ اكسبانشن بالظبط. نقوم نعملهم اكسباند، بعد كده نعمل اكسباند البي، نفضل مكملين هكذا لغايه ما نوصل لاقرب جول اللي هو ذا شالوست جول فيهم. تمام، ده كده الفرونتير بتاعنا هيبقى كذا ستراكشر عباره عن ايه؟ كيو بالظبط. تمام، في فوق كيو،
first in first out. تعالوا كده نشوف السيرش الجوريزم دوت كسودو كود. قال لك هنجيب الاول الانيشال ستيت بتاعت البروبلم تمام، بعد كده هنبص if it's a goal محتاجين نكمل، لا نرجع نقول له انت خلاص كده كده حليت المشكله، يعني ادي السولوشن بتاعك مش محتاج تعمل حاجه تمام. بعد كده هنكريت فرونتير، هو عباره عن كيو هنحط جواه الانيشال ستيت تمام. بعد كده هنكريت اكسبلورد سيت تمام. بعد كده هنلوب، لو لقينا فرونتير ام تي يبقى احنا ايه فشلنا مفيش حل تمام. بعديها هنبوب element من الكيو بتاعنا، وبعد كده هنضيفه للاكسبلورد. بعد كده هنشوف بقى الاكشنز البوسيبل منه، ونجيب التشايلد بناء على ترانزيشن فانكشن، وهنشوف لو هو اكسبلورد قبل كده او كان موجود في الفرونتير نسكبه، غير كده ندخل نبص هل هو جول، لو اه نقوم نعمل ايه نجيب السولوشن بالظبط، لكن غير كده نقوم نضيفه فين في الفرونتير بالظبط تمام. تعالوا نسال كده سؤالين، اول سؤال is this a graph search algorithm or a tree search algorithm؟ graph ليه؟ بالظبط عندها الاكسبلورد سيت تمام. لو ما كانش عندها اكسبلورد سيت يبقى احنا بنستخدم نسخه ثانيه منه بيسميها تري بتاع بريتس فيرست تري سيرش تمام. ده اول نقطه. ثاني نقطه، حد ملاحظ ان في حاجه هنا غريبه شويه مقارنه بالجنرال جراف سيرش؟ ماشي، ايه بقى الاختلاف تاني؟ بص ان هي اف ان هي الجول ولا لا يعني، بس اكشولي هي احنا هنا برضو بنعمل نفس الحكايه بتشيك ان هو جول ولا لا. ما هو دي ان انفورمد والتاني ان انفورمد برضو تمام. نعم لا الاثنين بيتاكد ان هو في كانت في الفرونتير ولا لا. حدش ملاحظ الفرق؟ طب سؤال، في الجنرال جراف سيرش كنا بنتشيك ان النود جول ولا لا امتى؟ حد فاكر؟ اول ما نطلعها من ايه؟ من الفورنتير. هنا بنتشيك قبل ما نحطها في الفورنتير. ليه بقى؟ نعم؟ كده اسرع فعلا، بس ده كسبيشال كيس. ليه؟ لان احنا عارفين ان احنا لو وصلنا لها بالتاكيد مش هنوصل لها بطريقه اقصر من ناحيه ثانيه، لان احنا بنبص على عدد الايه، بنبص على الليفل مش بنبص على الباس كوست. لو احنا ملاحظين هنا مفيش اي شيء بتقول في ان احنا بندور اللي الباس كوست بتاعه اقل الاول، احنا بندور اللي هو في ليفل شالو الاول تمام. وبالتاكيد لو احنا عند ليفل ولقينا جول تحتينا على طول فاحنا ضامنين واحنا مكملين ان احنا مش هنلاقي واحد في جول في ايه اقرب للايه للروت. احنا مجرد ما نلاقي جول مش محتاجين نكمل سيرش نوقف على طول، على عكس الجوريزمز قدام هنحتاج لا نحتاج ان احنا ندخله الاول الفرونتير، ولما يبقى يطلع من الفرونتير يبقى احنا كده اتاكدنا ان ده الحل بتاعنا تمام. فده النقطه، احنا بنعمل الايه الجول تيست قبل او جوه الاكسبانشن. تعالوا كده نبص على البروبرتيز بتاعت الالجوريزم دوت. ليتس سي ان احنا عندنا براكش فاكتور بي، فيبقى اول ليفل خالص اللي هو ديبس 0 هيبقى فيه 1 نود، ثاني ديبس بعديه فيها بي نودز، اللي بعديها بي سكوير نودز، بي كيوبيك نودز، وهكذا لغايه ما يوصل لبي ذا باور اوف ام نودز في الاخر تمام؟ عند اعلى ديبس تمام؟ طيب ليتس سي ان دول شويه جولز اللي هم المحمرين دول في النص، فاللي هيحصل كالاتي ان هو هيقعد اكسباند ليفل باي ليفل لغايه ما يوصل لايه؟ لاول ليفل هيلاقي في جواه ايه؟
هيلاقي تشايلد ليه جواه جول. تمام. طيب فدلوقتي في الفرق في الليفل دوت في عندنا ايه؟ هو الليفل دوت هيبقى عند ديبس دي. تمام. يبقى الليفل دوت فيه كام نود جواه؟ بي باور دي بالظبط. يبقى احنا كده عملنا كام اوبريشن؟ 1 زائد بي زائد بي سكوير زائد بي كيوبيك هكذا الى بي باور دي. لو قعدنا بقى نجمع الكلام دوت كله هيبقى عندنا اعلى فاكتور فيه او اعلى واحد اكتر واحد مؤثر هو البي باور دي، فيبقى عندنا كومبلكس هتبقى ايه؟ او بتاع دوت او اوف بي باور اوف دي. تمام؟ اوكي لغايه هنا؟ طيب الكومبلكس بتاعتنا كانت هتبقى بي زبار اوف دي بلس 1 لو ايه؟ لو كنا سيبناه ينزل ليفل كمان. تمام؟ يعني لو كنا خلينا ان التشيك بيحصل بعد بعد ما نطلعه من الفرونتير مش قبل ما نحطه في الفرونتير. السؤال بقى محتاجين كام سبيس؟ قد ايه سبيس عشان نخزن الفرونتير بتاعنا؟ برضه او زبار اوف بي زبار اوف دي برضه يعني او سوري او بي زبار اوف دي برضه. تمام؟ هل الالجوريزم نوت كومبليت؟ طب مين بيقول اه كومبليت؟ مين بيقول مش كومبليت؟ طب والناس في ناس في النص رايها ايه؟ ان جنرال هي بالديمقراطيه فعلا هو ايه؟ كومبليت. تمام؟ طيب هل هو اوبتيمال ولا لا؟ لا. كم واحد بيقول انه مش اوبتيمال؟ كم واحد بيقول انه اوبتيمال؟ طب ليه اوبتيمال؟ حلو. طب واللي بيقولوا مش اوبتيمال بيقولوا مش اوبتيمال ليه؟ بس دوت يعتبر جراف سيرش، فاحنا عندنا اكسبلور سيت ومش هيكرر نفسه. بالظبط. فهي النقطة اللي زميلكو قالها. هي بتبقى اوبتيمال أو مش اوبتيمال بناءً على الباس كوست عامل إزاي. لو الباس كوست ثابت لكل النودز اللي في نفس الليفل وبيزيد مع زيادة الليفلز واحنا نازلين يبقى كده هيبقى ايه؟ كده هيبقى اوبتيمال. تمام؟ لان مش هيبقى فيه اثنين في نفس الليفل وواحد ليه كوست اعلى من الثاني، فكان يبقى افضل انه يروح لدوت بدل دوت. لكن لو الكوستس اختلفت يبقى كده مش ايه؟ مش اوبتيمال. تمام؟ حد عنده سؤال لغايه هنا؟ نعم؟ اه في جول ثاني هوت. عادي ممكن يبقى في عندك كذا جول. اه بالظبط. تعالوا نشوف كده شويه اكزامبلز لما نيجي نطبق الكلام دوت على وقت بقى. تعالوا ليتس سي ان احنا عندنا برانش فاكتور 10. تمام. وليتس سي ان احنا بنعرف نبروسس مليون نود في الثانيه وبان احنا بنعرف نخزن النود في 1000 بايت. يبقى وقتها عندنا لو الدبس باتنين هيبقى عندنا ليفل فيه 10 وليفل فيه 100. مجموعهم كام؟ 110. يبقى عندنا 110 نودز. عشان نعمل لهم بروسيسنج كلهم مع بعض كل اللي محتاجينه 0.11 ملي سكند بس. تمام؟ ومحتاجين كميموري 107 كيلو بايت. تمام؟ نيجي بقى نزود الاربعه. بقى 11110. تاخد 11 ملي ثانيه وبتاخد 10 ميجا. ستيل نوت باد. لو ديبس 6 يبقى حوالي 10 تو باور اوف 6 وهيبقى عندنا ايه؟ حوالي ثانيه و1 جيجا. ستيل نوت باد بس الميموري بدات ايه تضرب شويه مننا. ندخل بعد كده في الديبس 8 يبقى 10 تو باور اوف 8 2 مينتس 103 جيجا بايت. بدا الموضوع يخرج شويه عن السيطره. 10 ديبس 10 باور اوف 10
هياخد 3 ساعات وهياخد 10 تيرا بايت، الدنيا ضربت خالص يعني. بياخد بقى 10 باور في 12، يبقى كده عندنا 13 يوم و1 بيتا بايت. 10 باور في 14 3.5 سنه و99 بيتا بايت. 16 350 سنه و10 اكزابايت. موضوع ايه؟ بنزود بس كل مره 2 ليفلز، بس الموضوع بيضرب مننا خالص. ده بقى مشكله ان ايه؟ ان السيت سبيس بتبقى بطبيعتها اكسبوننشال في الدبس. تمام؟ فحد عنده سؤال لغايه هنا؟ بس فاحنا عندنا التايم والميموري ريكويرمنتس بتبقى عاده مشكله بالنسبه لنا في الايه؟ في البريتس فير سيرش. ده يوصلنا بقى الالجوريزم تاني مش هيحل ولا حد من الحاجات ديت، اسمه يونيفورم كوست سيرش. تمام؟ الفرق بقى يونيفورم كوست سيرش والبريتس فير سيرش هو حاجه واحده بس، ان ده بيحترم الباس كوست. يعني هناك كنا بنعتبر ان كل واحد فيهم بنبص بس على عدد الاكشنز وخلاص، لكن هنا هنبص على كل اكشن منهم بياخد كوست قد ايه. تمام؟ وندور على السولوشن اللي مجموع الكوستس ديت يبقى ايه؟ مينيمم. طيب نعمل كده ازاي؟ حد يقول لي تعديله كده ممكن نعملها على الالجوريزم؟ حلو؟ اوكي. طيب بس نطلع مين من الفرونتير الاول؟ بالظبط. دلوقتي زي ما زمايلكم قالوا اول حاجتين، اول حاجه هنقلب الكيو الى برايورتي كيو. تمام؟ وتاني حاجه مش هنعتبر نفسنا وصلنا للجول بمجرد ما نلاقيه في التشيلدرن، لازم نستنى نحطه في الفرونتير وبعد كده نطلع من الفرونتير. ليه؟ لان ممكن يبقى مثلا فور اكزامبل انا اكنين اهمت جايين ورا بعض ودوت وصل له بعدد خطوات كتير، مثلا ليتس سي مثلا بباس كوست 100 وده توصل له بباس كوست 1، رغم ان دوت هيظهر بعد دوت في الفورنتير. تمام؟ فما ينفعش ان احنا اول ما نلاقي الجول نقول كده خلاص ده احسن حل، لا، ممكن نستنى ونلاقي ان في حل تاني اقصر من نوت تانيه. فالحل ان احنا نستنى لغايه ما الجول نفسها هي اللي تطلع من مين؟ من الفورنتير. بمجرد ما طلعت خلاص احنا كده عارفين ان هي المينيمم باس كوست في كل الاوبشنز اللي موجوده، وبين مفيش حاجه كنوت تانية هتيجي قدام هتجيب لي باس كوست اقل، لان مفيش كوستس بالنيجاتيف، مفيش عمره ما كوست هيبتدي يقل بعد كده. تمام؟ فادي اكزامبل، بدانا من اس والباس كوست كان بصفر، هنقوم مطلعينه ومدخلين تشيلدرن، عندنا 3 عند دي و9 عند اي و1 عند بي، يبقى مين اللي عليه الدور دلوقتي؟ البي بالظبط اللي عندها ايه؟ 1. ومطلع البي ونكسباند جاب كيو 16، مين عليه الدور؟ الدي جاب تشيلدرن بي وسي واي، مين اللي عليه الدور؟ البي عشان عنده 4. هيجيب لي الاي، مين اللي عليه الدور؟ الاي. هيجيب لي اتش وار، مين اللي عليه الدور؟ الاي. مفيش ليها تشيلدرن خلاص مش هتجيب حاجه هتحطها في الفرونتير، مين اللي عليه الدور؟ الار. هتجيب لي الاف، مين عليه الدور؟ الاف. هيجيب لي الجي والسي، السي ب 11 والجي ب 10، بس مش هيوقف، هيستنى، هيروح يبص على الاي، هيلاقي ان هي قدامها 11 و17، هيقوم يطلع بقى الجي. تمام؟ فهو استنى لغايه ما الجي ما تطلع من الفرونتير عشان يقول ان ديت ايه؟ الاوبتيمال جول بتاعنا. وده شكل الايه؟ الاكسبانشن بتاعه، هتلاحظوا ان هو ايه؟ مش نازل بشكل متوازي كده اهوت. وادي الالجوريزم، الالجوريزم بسيط جدا. تمام؟ هنطلع النود ونخلي بس كوست بتاعها بصفر في الاول. بعد كده نحطها في الفورنتير اللي هو برايورتي كيو. وادي الاكسبلورد سيت ونعمل لوب. وهو لو امتي يبقى كده فشلنا كفورنتير.
بعد كده هنبوب من الفرونتير ده باللوست ايه كوست الاول، بعد كده هنضيفه في الاكسبلورد او قبليها هنشيك هل هو جول ولا مش جول عشان نرجع على السولوشن. بعد كده ندخل جوه فور ايتش اكشن، في الاكشنز هنقوم نجيب تشايلد من الاكشن دوت والستيت ديت، وتشوف لو هو موجود جاهز في الاكسبلورد والفورنتير، اصل لو مش موجود يعني نانسرته. طب لو موجود بقى، كنا قبل كده في الجنرال بنعمل ايه؟ بنرميه وخلاص مش كده؟ هنا قال لك لا، اصل انت ممكن توصل له مره ثانيه بس بقصه اقل. فلو لقيته في الفورنتير تشيك الاول هل الكوست اللي هو بتخزن معاه في الفورنتير اعلى ولا اقل؟ اقل سيبه زي ما هو، اعلى بدل بقى الكوست وبدل الطريق بتاع النود، يعني كانك شلت النود النسخه اللي كانت موجوده في الفورنتير وحطيت ده مكانه. تمام؟ لا مش هيحصل حاجه لان هو لسه ما طلعش بالفورنتير. تمام؟ تاني اللي ممكن يكون النود اللي هو اللي هي نفس النود اللي بتاعتك ديت اللي في الفورنتير جايه من طريق وحش، وانت لقيت انك ممكن توصله بطريقه احسن. فلو حصل كده معنى اخر انك لقيته جوه الفورنتير بس باس كوست اقل، شيل اللي كان في الفورنتير دوت وحط نفسك مكانه. تمام؟ بس ليه ما بيعملش كده لو كان في الاكسبلورد؟ نعم؟ هو الاجابه نعم؟ احنا قلنا ان هو ممكن لو لقى نفسه في الفورنتير بس هو احسن من اللي في الفورنتير يشيله من الفورنتير ويحط نفسه مكانه. بس عمره بيعمل كده لو لقى نفسه في الاكسبلورد، اشمعنى؟ بالظبط، ان هو لو لقيناه في الاكسبلورد معناه انه كان خلاص اصلا طلع من البرايورتي كيو سابقا، يبقى معناه انه طلع بكوست اقل. بقى مستحيل اساسا ان انا اكون جيت بكوست اقل منه قبل كده. ده معناه ان في حاجه غلط في الكود بتاعي في الحاله ديت. تمام؟ حد عنده سؤال لغايه هنا؟ فنلاحظ الديفرنس ما بينه وبين اف بي اس. بنعمل الجول تيست هنا بدري. وبنشوف لو في لقينا بيدر باس بن ايه؟ بنبدل الفور فرونتير بيه. حد عنده سؤال لغايه هنا؟ اوكي. الاسبوع الجاي بقى نبتدي الاول، بعد كده نشوف اكزامبل ونكمل بقى بقيه الالجوريزمز. وشكرا.